من الضرائب الى الطيران. خلينا ندي امل شوي الى الطيران. وزير الطيران الفريق يونس المصري عقد مؤتمر صحفي امس موسع، التقى بالصحفيين والاعلاميين من محرري الطيران في مصر، وقال تصريحات مهمة وخطيرة جدا. وانا شرفت ان انا اكون موجود في هذا اللقاء مع معالي الوزير، وزير الطيران المحترم. الراجل اشتغل 3 شهور وما اتكلمش، ده اول حوار موسع مع الاعلام مع الصحافة. كان عمل حوار عالضيق قبل كده مع بعض الصحفيين، لكن ده اول حوار موسع، وكان حريص انه يقدم كشف حساب لما تم انجازه في قطاع الطيران المدني في ال3 شهور اللي فاتوا. انا سميتها اشغال شاقة ل105 يوم عمل في وزارة الطيران المدني وقطاع الطيران المدني وشركات مصر للطيران والشركات التابعة في 105 يوم. قاد هذه كتيبة الأشغال الشاقة لهذا الإنجاز وزير الطيران الفريق يونس المصري. المهم وزير الطيران أكد من خلال هذا المؤتمر على بعض الحاجات المهمة والثوابت المهمة، إنه بيجري حاليا إعادة هيكلة كاملة وشاملة للشركة الوطنية لمصر للطيران لتتحول من الخسائر إلى الربحية وتصبح شركة عملاقة في مصاف الشركات العالمية. وأكد لنا على أن الأمن، على إجراءات الأمن والسلامة في مطارات مصر على أعلى مستوى وفوق الامتياز، وأن مصر ومطاراتها جاهزة ومؤمنة تماما. أكد كمان، قال كمان يا جماعة احنا مش عايزين نستعدي السياح، نستعدي الدول، نستجدي الدول ان هم يجوا مصر. احنا جاهزين وعندنا اثارنا وعندنا سياحتنا، واحنا مصر مؤهله، واللي يجي على راسنا واهلا وسهلا، بس مش هنشحت السواح يعني. احنا مصر قبله السائحين على مستوى العالم، واحنا جاهزين لاستقبال السياح واهلا بهم. وقال ان هناك ردا على الشائعات ان هناك تضارب وتقاطع بين وزاره السياحه وبين الطيران فيما يتعلق بهذا النف، نفى ذلك، ان هناك تضارب وتقاطع والعلاقه تكامليه، وقال ان في تنسيق كامل ومحترم بينه كوزير للطيران وبين وزيره السياحه النشيطه رانيا النشاط، والهدف هو هدف خدمه الاقتصاد القومي. في الاول والاخر كل واحد بيقوم بدوره، لكن الدور لازم مفروض ان يدور تكاملا. قال ان في مفاوضات ما بين الدوله لتسويه واسقاط مديونيات مصر للطيران، في مفاوضات، لانه الديون المتراكمه لمصر للطيران، الخسائر المتراكمه لمصر للطيران وصلت، دي خسائر متراكمه من سنوات، 19.9 مليار جنيه، يعني حوالي 20 مليار جنيه. قال ان في مفاوضات مع الدوله لتسويه المديونيات اللي على الشركه الوطنيه لمصر للطيران لقطاع البترول، اهمها لقطاع البترول وسواء المدخنات الضريبيه اي حاجه في تسويه، ويمكن في مفاوضات لاسقاط جزء كبير من هذه المديونات لتعويم الشركه، وان هي الشركه تقف على رجليها. والهيكله دي هتوفر خلال السنوات اللي جايه، 3 4 سنين اللي جايين، حوالي 6 مليار جنيه. كان تم اعاده هيكله جزئيه بالنسبه للقطاع، وفرت في 3 شهور يعني ما يقرب من مليار جنيه. الخبر الاهم في هذا السياق اللي اعلنه وزير البترول، انه ما فيش خصخصه اتجاه الدوله للخصخصه حاليا دلوقتي، لا خصخصه، عشان انا باكد الكلام ده كلام مهم جدا، لا خصخصه لشركات مصر الطيران. قطاع الطيران وشركاته، الطيران المدني وشركاته، خارج تماما من الخصخصه، لا خصخصه لشركات الطيران. عمليه الدمج اللي هتتم، كلام مهم جدا اللي بقوله يا جماعه، عمليه الدمج اللي هتتم بين شركات الطيران لتوفير النفقات، بين الشركات الموجودة في القطاع ده لتوفير النفقات، وعملية الدمج دي هتوفر فلوس، كل هيكلة توفر 6 مليار جنيه. بعد بكرة سيتم افتتاح تجريبي او تشغيل تجريبي لمطار سفنكس. المطار سفنكس اللي هو على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ال 12 كيلو غرب
المتحف المصري، المتحف المصري، وهيتم افتتاحه تجريبيا، وان الوزاره بتدرس سيناريوهات تشغيل هذا المطار اللي هيتم تشغيله بشكل كامل ونهائي مع افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 ان شاء الله. وده خبر مهم جدا. المطار ده هيكلف 300 مليون جنيه ويخدم الاستثمار ويخدم السياحه ويخدم الاقتصاد المصري الكبير في اطار الخطه واستراتيجيه تطوير واداره المطارات المصريه لخدمه الاقتصاد القومي وخدمه السياحه. ده ربما كان اهم ما قاله واكده وزير الطيران، وقال ان احنا هنشتغل وهدفنا هو التطوير والتطوير لهذا القطاع المهم. الراجل بيشتغل من الساعه 6 هو الفريق العمل بتاعه، وفعلا اشغال شاقه، ونتمنى له التوفيق في هذا القطاع المهم، هو قطاع امن قومي، طيران هو امن قومي. كمان اكد على السماوات، اتفاقيات السماوات المفتوحه وفتح المجال الجوي للشركات والدول. قال هذه الاتفاقيات انما تدخل مصر وتتفاوض مع هذه الدول تراعي بعدين الامن وسياده الدوله، تراعي الامن القومي لمصر، وده كلام مهم جدا، وسياده الدوله، اكد على هذا، وسياده الدوله. تتفاوض مصر مع اي دوله لفتح سماواتها، لفتح المجال الجوي، لابد ان يكون هناك ايه يعني بالمثل، المصلحه تكون مشتركه ونراعي فيها المصلحة، الامن، الامن، امن مصر وامنها القومي وسياده الدوله، دون ان تنتقص ذلك من سياده الدوله المصري. وانا بحييه على هذه النقطه طبعا، وبشيد بفريق العمل اللي شغال معاه والشركات مصر للطيران وقيادات وزاره الطيران وقيادات قطاع الطيران.